السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بزاف ديال الناس كيقلبوا على الماتيريال ديال التصوير وما كيلقاوش، خصوصا في النواحي في البلايص ديال القنيطره والصلاه الرباط. هذا الفيديو ان شاء الله الناس اللي بغوا الماتيريال ديال التصوير لي زاباغاي فوتو لي زوبجيكتيف يتواصلوا معنا. المغازان ديالنا فين كتواجد في قنيطره في سونتر فيل شارع سبو، مغازان في ريزيدونس رياض المنزه المغازان الثانيه. كاين عندنا بزاف ديال لي زارتيكل لي ديسپونبل حاليا، اللي بغى يعرفهم يتواصل معنا في الواتساب. وكاين بزاف ديال لي زاباغاي لي زوبجيكتيف، كاين اثمنه اللي مزيانه ديما كيكون عندنا لي بروموسيون. وبزاف ديال الناس اللي كيكونوا يلاه بادين في الدومين ما يعرفوش الماتيريال اللي غيحتاجوا يتواصلوا معنا ان شاء الله، وليدوزوا عندنا وقصرحوا لهم لي موديل اللي يخدموا لهم هما. وبطبيعه الحال ديما بثمن مزيان، سواء كنت يلاه بادي وبغيتي ثمن يكون معقول راه كاين عندنا، بغيتي كاميرا اللي يلاه تبدا بها، اي حاجه بغيتيها غتلقاها عندنا. اثمنه ديما عندنا اثمنه مزيانه. وبالنسبه للماتيريال راه كنوفروا اقتراحات للجميع، اي واحد خصو شي حاجه خصو شي ماتيريال بغى الله يبدا ما عرفش الماتيريال اللي يبغى يتواصل معنا وما يكون الخير ان شاء الله. وبالنسبه لا ليفريزو راه كاينه في المغرب كامل، فين ما كنتي ما عندناش مشكل، كاين لا ليفريزو ادوميسي في المغرب كامل، وكاين واحد ليفريزو في 120 كيلومتر كتكون كتوصلك في نهارك. في نهار كيفاش مازال انت دومونديت اليوم، ماشي توصلك حتى للدار 24 ساعه، توصلك هذا النهار كنجيب لك سيرفيس ديالنا، تنجيب لك السيل عندك. ولا كنتي فايت هاد 120 كيلومتر سواء غربا ولا شرقا ولا جنوبا، كتوصلك في لا ليفريزون اللي كنخدموا بهم حنا سواء بامانه سواء لي زوطخ. مرحبا بكم اي عندنا، اللي بغى شي حاجه ما عليه غير يتواصل معنا. وكنفكركم ديما ان عندنا اثمنه اللي مزيانه بزاف اللي غادي تعجبكم. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.